السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخبار الخوت الخواتات؟ إن شاء الله تكونوا بخير، كل عام وأنتم بخير وقدوم الشهر الفضيل. كل عام والأمة الإسلامية بخير جمعاء. إن شاء الله نقضيو هذا رمضان في سلام وصحة وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، من صيام وقيام وصلاة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. خوتي خواتاتي، خليكم في ديوركم حتى تمر هذه الأزمة بالسلام إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء. اليوم من المطبخ عندي جبتكم واحد العصير، هو للصائم، يعني مشروب منعش وفي نفس الوقت فهو مشروب سحري مفيد اللي عنده فقر الدم. هذا المشروب كيتكون من هاد المكونات كما كتشوف عندي: الباربة أو الشمندر الأحمر، عندي 7 ديال الحبات ديال المشمش المجفف، وعندي الفراولة أو الفريز، عندي العسل. أنا كنحلي بالعسل، اللي ما عندوش العسل وبغى يستعمل السكر ماشي مشكل، سنيدة. وعندي الماء ديال الباربة، أنا شديت ديك الشمندر أو الباربة سلقتهم، غسلتها، انا نقيتها وغسلتها مزيان وسلقتها واحد لتر ديال الماء، واحتفظت بالعصير بالماء ديالها ديال السليق، احتفظت به. المهم هذه هي المكونات ديال المشروب ديالنا السحري. خليكم معايا حتى نوجد باش الخلاط وانا معاكم. على بركة الله غنبداو نصوب العصير. غنحطو ناخذ واحد الكميه ديال داك الماء ديال الباربا او الشمندر الاحمر، كنديرو في الخلاط واحد نسبه قليله حتى نضربو داك، نديرو الفراوله نضربو بشويه بشويه باش يطحن داكشي مزيان، نزيدو عليه داك الشمندر الاحمر. حتى نشوفوا الكميه اللي نحتاجو، ما خصش يكون داك العصير ثقيل بزاف. نزيدو هذيك 7 المشمشات المجففه، نزيدو هكذا، والعسل نحلي على قد الحلاوه اللي بغيت انايا. درت هنايا تقريبا واحد 2 معالق، فوالا. خصني دابا نضرب داكشي في الخلاط، نشوف هذيك المواد هذيك المكونات بدات كطحن. غنزيد شويه ديال الماء الباربة، ضربناه في الخلاط كملنا. وهذا المشروب ديالنا وجد بعد ما ضربته في الخلاط. خديت واحد الصفايه وصفيته، لان يعني كتبقى ديك الحبيبات الصغيره ديال الفراوله وشي مخلفات اللي كان ديال الشمندر ولا شي حاجه، صفيته ولا بحال ما هذا كما كتشوفوا. نتمنى تجربوه ويعجبكم وردوا عليا في التعليقات ان شاء الله. وكنقول لكم كل عام وانتم بخير وصيام مقبول وشهيه طيبه، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه
مع تفعيل الجرس والإعجاب وشي تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.